السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. روحكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم حلوه سهله اقتصاديه، كتوجدوها بعشر دقائق، كتجي زوينه بزاف، كتجي مشقه هشيشه غزاله البنات وسهله، كتوجد اخر لحظه، مكونات موجوده في كل بيت، كتجي اكثر من رائعه. شوفوا البنات كي كتجي غزاله، كتجي مشقه خفيفه محمره، رائع البنات. شوفوا كي كتجي من داخل، كتجي غزاله وفيها داك الشكلات، رائع البنات وسهله التحضير، كتوجدوها اخر لحظه. بقاو معايا شوفوا مقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. نتمنى تشجعوني بلي لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله على كل خير، خليكم مع اليوتيوب وفرجوا ممتع، جزاكم الله على كل خير. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه، عندي كاس ديال الزيت ما يعادل 150 مللتر، عندي كتر فيه من نصف ديال السكر حبوبات ما يعادل 100 غرام، زوج بيضات بحارة المطبخ، زوج معالق كبار ديال النشا او المايزينا، زوج معالق كبار ديال الشوكولا هاد اللي كتكون هكذا حبيبات ما يعادل 135 غرام، ساشي ديال الفاني، عندي هنايا الخميرة الحلوة او بيكن باودر 100 غرام، وقشور محكوك ديال الحامض، تقدر ديرو حتى ديال البرتقال حتى هو كيجي زوين، وعندي قبصة ديال الملح والدقيق الابيض او الفارينة اللي منخول على حسب الخليط. غنمشيو للطريقة اللي سهلة جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه السكر، السكر والفاني، نضيف هذا الحامض مع قبصه ديال الملح، كنحرك هذا الحامض مع السكر باش كيعطينا المذاق زوين في الحلوه، كنضيف هذا البيض، المكونات كامله تدخل بحال المطبخ باش كتنجح معنا الحلوه. حلوة سهلة اقتصادية بدون زبدة، كتجي اكثر من رائعة. كنخلط مزيان هاد البيض مع السكر حتى كيدوب معايا السكر، حلوة كتوجد بسرعة وكتجي زوينة زوينة بزاف. كنخلط مزيان هاد السكر مع البيض حتى كيرجع الخليط هكا كيبدا كيتقال وكيدوب معنا داك السكر. دابا نبقى نضيف الزيت شويه بشويه، كنخلط حتى كنحصل على القوام اللي كيكون منسجم وما كتبقاش هاديك الزيت كتبان. صافي ملي كنخلط مزيان كما قلت لكم مكتبقاش داك الزيت كتبان وكيرجع هكا القوام ديال الخليط تقيل. دابا غنضيف هاد النشا او المايزينا، صافي دابا غادي نحيد الفويل وغادي نستعمل يدي، كنضيف الدقيق شويه بشويه اللي عندي من الفول، كنضيف هاد الخميره الحلوه بينكين باودر، صافي وغادي نجمع الخليط. العجينه خاصها تكون رطبه باش كتجينا الحلوه زوينه وهشيشه. دائما دقيق بشي بشي بالنسبه للمبتدئات، خاصه الحلوه اللي فيها الزيت، لان دغيا كتشرب العجين ديالها دغيا كيتشرب، ماشي بحال الحلوه اللي فيها الزبده. ملي جمعت العجين خاصها تكون هكذا، كنضيف هاد الشوكولا، صافي كنحاول ندخلها في العجين. كنجمع كنرش شويه ديال الدقيق باش كتجمع معايا،
بالنسبه للدقيق انا خدت لي 320 غرام، ما يعادل لهاد الكؤوس واحد المعلقه كبيره. ثم على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض، صافي خصها تكون هكا رطبه. صافي ملي كنجمعوا العجينه كتجي هكا رطبه. درت هنايا السلي ديال الفران، دير فيه ورق ديال الزبده. صافي كنبدا نشكلهم هكذا كويرات بحال الغريبيه، كنخليهم هكا مقبي وكنحطهم في السني ديال الفران. انا درتهم شويه متوسطين. ثم بالنسبه للحجم ثم كتحكموا فيه واش بغيتهم صغار ولا كبار. الفران درته سخن على 180 درجه من الاعلى للاسفل، كنبعدو شويه حلوه لان مازال غادي تكبر في الفران. حلوه بسيطه وسهله اقتصاديه، كتوجد بسرعه وكتجي زوينه زوينه بزاف مع شرب الشاي او القهوه. كتحضروها اخر لحظه. صافي غادي نستمر هكذا حتى نكمل الحلوه ديالي كامله. كتنفعنا حتى الا جا عندنا شي حد على غفله، ما نجيو نوجدو اتاي كتكون واجده دغيا كت فيها شي حاجه اللي صعيبه. اي حلوه ملي شكلتها غندخلها الفران اللي سخون على 180 درجه من الاعلى والاسفل، ما غنديهاش في الرف اللي كيكون في الوسط، غنطلعها شويه الفوق غير قليل باش كتجينا زوينه. اي البنات الحلوه ديالي ملي تابت وتحمرت كتجي اكثر من رائعه البنات، كتجي مشقه غزال البنات، كتجي رائعه. شوفوا لي البنات كي كتجي زوينه زوينه بزاف، كما شفتوا ساهله لداخل كتجي رائعه فيها داك الشوكولا. شوفوا البنات كي كتجي هشيشه على برا، كتجي مقرمشه والداخل كتجي رائعه البنات غزاله. مع شرب الشاي او القهوه كتجي كتحمق. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غتعجب لكم. نتمنى تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش تعلو الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله على كل خير، حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.